كده استاذ عطا اتفضل. اولا بس استاذ عطا حابب اعرف بيك. استاذ عطا معرفتي بيه قريبه جدا من النقاد الادبيين. قعدت مع نقاد كتير في القاهره بالذات لاني يعني كنت قاعد فتره طويله في القاهره. فمن نقاد التقال 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 ناقد ناقد. فبجد انا اتشرفت بيه جدا استاذ عطا، واتمنى يعني تسمعوا له وتعرفوا الادب من خلال استاذ عطا ومن خلال عيونه في القراءه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتشرف بوجودي هنا وسط عقول المجتمع الاسواني. انا مش مبدع ولا كاتب ولا بعرف اقول شعر زي الناس الحلوه اللي بتقول شعريه، ولا بعرف اكتب قصص ولا اي حاجه خالص، مجرد مستمع يعني. فالمشاركه هتكون يعني عباره عن نصائح، يعني هقول نصائح ربما تكون سخيفه ما لهاش اي معنى، لكن عايز استمع لهذه النصائح ماشي، مش عايز استمع برضه ماشي. النصيحه الاولى هي نعمه الشكر، بمعنى ربنا سبحانه وتعالى في القران يقول الله اعلم حيث يجعل رسالته، سورة الأنعام آية 124. بمعنى سنة 1954 الأديب الأمريكي أرنست ميلر هيمينغواي أخذ جائزة نوبل في الأدب. الكنيسة الأمريكية عملت له تكريم، كل واحد يعبد ربنا على طريقته، وهم قاعدين هناك كاثوليك وقاعدين قساوسة زي ما قاعدين احنا مشايخ. اللي حصل ان الراجل في الكنيسة بيقول له اشكر ربنا ان اداك نعمة الكتابة، انت بتقوم بتكتب كل يوم أربع صفحات يوميا تداوم عليهم. قال لهم ايوه فعلا انا بحب الكتاب بس ده مجهودي انا وبيدي انا بكتب بيدي. قالوا له لا لازم تنسب الامر لله. رفض. بعديها بكم يوم للاسف ارنست ميلر هيمينغواي راكب عربيه مع واحد صاحبه وتعرض لحادثه. يريد ربنا سبحانه وتعالى ان الجسد كله سليم بس اتعور في يده اليمين، هي بيكتب بيها، كان بيكتب بيده هو، ما كانش لسه في اللابتوب ولا الموبايل ولا الكلام. اللي حصل ان حصلت مشكله في اليد، ما عرفش يكتب بعد كده خالص. راح لدكاتره اعصاب، شافوا اليد، شافوا الزند، شافوا الكعبوره، شافوا سلميات الاصابع، الاوتار، كله ما فيهوش اي حاجه خالص. ثلاث اربع سنين هو راح لدكاتره بس مش عارف يكتب. للاسف هو كان مدمن كتابه وكان عاشق كتابه فتاثر جدا بالموضوع ده. اللي حصل بقى ان هو عقله زل وراح اشترى سلاح ناري، اشترى بندقيه ماركه كومباكت ايطالي، وحط البندقية على الأرض وحط إصبع رجله الكبير على الزناد وضغط الزناد وانتحر. انتحر الأديب الكبير أرنست ميلر هيمينغواي اللي نجح وأخذ جائزة نوبل. ليه انتحر؟ لأنه هو ما شكرش ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك إيه؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. جه في موضع ثاني يقول لك وقليل من عبادي الشكور. طب معلش، واحد دكتور عنده عيادة بتجيب له 10,000 جنيه في اليوم، يشكر ربنا إزاي؟ يقول لك اللهم اشكرك يا رب لك الحمد، شكرا رب لك الحمد. لا ما ينفعش، مش كده يا غالي، ده شكر النساء. في حاجه اسمها شكر الفعل. هو لازم ياخد اربع خمس كشوفات في الشهر ببلاش، يقول ده هو شكر ربنا، ده شكر الفعل. واحد محامي مثلا المكتب بتاعه بيعمل له 200,000 في السنه من المخدرات، من السرقه وما الى ذلك، يشكر ربنا ازاي؟ ياخد ثلاث اربع خمس قضايا برضه ببلاش. واحد مدرس ربنا فاتح عليه ياخد مثلا يدي يعني دروس لكام عيل كده ببلاش، وهكذا. انت كراجل اديب لازم تشكر ربنا بطريقتك، ممكن تحضر ندوات ما تاخدش عليها اجر، ممكن تقدم اعمال ابداعيه ما تاخدش عليها اجر، ده اسمه شكر النعم. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتولى النعمه اللي اداها لك. الله اعلم حيث يجعل رسالته، ممكن تديك رساله تبقى في التشكيلي احسن من فينسنت فان جوخ، ممكن تبقى عالم احسن من احمد زويل، ممكن تبقى كاتب احسن من طه حسين، وهكذا. دي رقم واحد. طيب رقم اثنين، دي النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه اختيار اللون. البروفيسور تشارلز سبينس من جامعه هارفارد بامريكا بيقول لك ايه؟ لو انت فاكر انك بتتذوق بلسانك تبقى غلطان. طب انت بتتذوق ازاي؟ قال لك انت بتتذوق بعينيك. ازاي؟ انت بتشوف الشيء قدامك، المنتج يعني، سواء كان طعام او ملابس او قصيده او كتاب او اي حاجه، ايا كان المنتج او دواء. الشيء بينعكس على القرنية. من القرنية بيدخل على حاجة اسمها الغرفة الأمامية. من الغرفة الأمامية بيدخل على حاجة اسمها البؤبؤ. من البؤبؤ بيدخل على حاجة اسمها الغرفة الخلفية. من الغرفة الخلفية بيوصل للعصب البصري، من العصب البصري بيدي إشارة للمخ. يقول لك الشيء ده وحش أو حلو. تقوم أنت تشتريه أو تمتنع عن شرائه. تقرأ أو ما تقرأهوش، أيا كان المنتج. لذلك هو قال لك إن اللسان مش هو اللي بيتذوق، العين. لأن اللسان عضو عضلي مرن، ليه وظيفتين، الوظيفة الأولى الكلام،
دي الاولى. الثانيه تذوق، عشان الانسان عليه حلمات، حلمات صيتيه وحلمات كاسيه هي اللي بتخليك تتذوق. لكن قال لك لا، التذوق البروفيسور تشارلز سبنس بتاع علم النفس في جامعه هارفارد قال لك التذوق بالعين اولا. طيب ايه معنى الكلام ده؟ شركات الادويه انتبهت للموضوع ده وخلت الدواء ملون، تلاقي بالشام لونه ازرق، لونه اصفر، لونه احمر، عشان تقبل عليه انت وتاخده لما تكون تعبان. كذلك الملابس برضه تلاقيها ملونه، كذلك الكتب، كل حاجه. طب ايه المقصد في الحكايه دي؟ انت كراجل فنان بتشتغل على اليوتيوب، بتشتغل بتعمل كتاب ورقي، لازم تهتم باللون. يعني مثلا على اليوتيوب تخلي خلفيه اللون حلو، الخلفيه بتاعت الشاشه حلوه، ملابسك انت حلوه. مثلا بتقدم موضوع حزين لازم اللبس يتناسب معاه، اللون يتناسب معاه. موضوع مثلا افرح الملابس تكون مبهجه، وهكذا. يبقى اللون اساسي جدا للمبدع. دي نمرة اثنين. طيب نمرة ثلاثة، في حاجة في الإبداع أو في النجاح اسمها سياسة الحل والتركيب. بمعنى سنة 1945 ترمت على اليابان قنبلة انشطارية ذرية، بعدها ثلاث أيام ترمت قنبلة ثانية اندماجية ذرية برضه، شالت هيروشيما وناجازاكي على الخريطة. الناس قال لك اليابان مش هتصحى ثاني، خلاص انتهت. اليابانيين قالوا لا، احنا هنصحى وهنبقى أحسن من أمريكا. طب ازاي؟ جابوا بروفيسير واثنين وثلاثه واربعه، قالوا شوفوا هتعملوا ايه بقى؟ قال لهم هنعمل حاجه اسمها الحل والتركيب، بمعنى امريكا عامله تلفزيون زينا، احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنحل التلفزيون وهنركبه تاني، بعدين نحله وبعدين نركبه تاني. بمعنى جابوا الطلاب عندهم في المعمل على التلفزيون يحل القطعه دي، اسمها ايه؟ اسمها مفتاح التوليف الدقيق المسؤول عن ضبط الصوت. طب القطعة دي الثانية اسمها ايه؟ اسمها الرنين المغناطيسي المسؤول عن حركة الصورة وضبط الصورة. تمام، حليت الجهاز ركبه تاني، ركبته حله تاني، وهكذا عشان تتعلم منه، بعد كده تعمل جهاز زيه وأكفأ منه وأحسن منه. مين اللي عمل السياسة دي ونجح؟ الأستاذ نجيب محفوظ عبد العزيز الوليد. الراجل عمل رواية في بداية حياته اسمها أحلام القرية، هو كان عايش في القاهرة في حي الجمالية، عمره ما راح قرية ولا شاف قرية، وعمل الرواية وللأسف الموضوع فشل بنسبة 100%. الرجل راح جمع الرواية من السوق وقال أنا هبدأ من جديد وهتبع سياسة الحل والتركيب، بمعنى أجيب الناس اللي خدوا نوبل قبل كده وأقرأ أعمالهم وأكتب زيها. راح جمع الكتب بتاع الأديب الفرنسي صاحب نوبل 1901 اللي اسمه رينيه سولي بريدون، وهو قراها عشان يكتب زيها. جاب كتب تيودور مومسن صاحب نوبل 1902، جاب كتب هنريك فون كفيتش البولندي صاحب نوبل 1905، جاب كتب جوزيف كاروديتش الايطالي صاحب نوبل 1906، جاب كتب ريديارد كيبلينج البريطاني صاحب نوبل 1907، كتب رودولف اوكن الالماني صاحب نوبل 1908، كتب سلمى ليجرلوف السويدية صاحب نوبل 1909، كتب موريس ميترلينك البلجيكي صاحب نوبل 1911، كتب جيرهارد هوبتمان الالماني صاحب نوبل 1912، كتب ريبندرات تاغور الهندي صاحب نوبل 1913، كتب رومان رولان الفرنسي صاحب نوبل 1915، كتب برنارد شو صاحب نوبل 1925، كتب سيغريد اندست النرويجيه صاحب نوبل 1928، كتب توماس مان الالماني صاحب نوبل 1927، كتب سان كلير لويس الامريكي صاحب نوبل 1930، كتب جون جورج وورز الانجليزي صاحب نوبل 1932، كتب لويجي بيروندلو الايطالي صاحب نوبل 1934، كتب يوجين اونيل الامريكي صاحب نوبل 1936، كتب بيرل بيك الامريكيه صاحب النوبل 1939. ترى الناس دول كلهم عشان يكتب زيهم. في الاخر الرجل ابدع وعمل مجموعه كبيره من الروايات، منها همس الجنوب مع عبس الاقدار ورادو بيس بيبو سباق المدق وخالد خليلي والسراب والبداية والنهاية وبين القصرين وقصر الشوق والسكرية ونص الكلاب مرحمة الحرافيش دنيا الله والكرنك والجريمة وفرح القبة وليالي ألف ليلة ورأيته في مرنان والباقي من الزمن سحب واشتمر الفجر الكاذب وأخذ نوبل زيهم سنة 1988. دي النصايح اللي أنا بوجهها لأي شخص مبدع وأي شخص عنده رسالة في المكان، نعمل الثلاث نصايح دول. وأنا آسف للإطالة جدا بسمحوني. الله يكرمك. احنا خلينا نسلم عليه. طيب الراجل الطيب جميل ما شاء الله عليه، استاذ عطاء ما شاء الله عليه علم نفسه بنفسه، ما خش مدارس حكوميه ولا اي شيء ما شاء الله عليه، لكن العقليات الفذه اللي فرحان فيها بجد يعني فرحان بيها جدا.